الكرمل، كرة على بابا 16 عبد الدراوشي، مع الكرة عبد الدراوشي ما زال مع الكرة ولكن ما زالت ديلاوية، تعود مرة أخرى لعبد الدراوشي، عبد الدراوشي يعبر لاعبا بصورة جيدة جدا، يخترق صندوق الجزاء، 3-0 لمكابي، نعم! طهز بدات يفعلها للمرة الثانية، ولكن كل الاحترام والتقدير للاعب عبد الدراوشي الذي صندوق الجزاء، عبر لاعبا كرة مقشرة لطهز بدات، طه حاول للمرة الأولى لم ينجح، عاد مع إصرار للمرة الثانية يلزجها في الشباك، مكابي دالة الكرمل 3، كفعات أولجا 0، مكابي سينهي المباراة مع النقاط 3 في مباراة القمة.